أول القيظ تعطينا الثمار، رطب كالشهد أو قطر عصير، أول الأنبات يبدو طلعها، وخلال من لظى الشمس يصير. أول القيظ تعطينا الثمار، رطب كالشهد أو قطر عصير. جدتي خير؟ أشوفش محتارة، ضيعتي شيء؟ يا بنتي يا بشرى، ما عفني هي خليت البرا، ما عفني هي قرعتها بياخيط الكمة حالة بوش. خلي عنك الخياطة، نريد نسمع قصة حلوة من قصتك. اشتقنا كثير لعلاء الدين وعلي بابا. والله والله كلام صحيح، واللي تريدي احنا مستعدين نسوي. الشيء اللي يجمع صداقتنا هو ارتباطنا بهذه الأرض وحبنا الشديد لهذه النخلة. إيش رأيكم لو قمنا بعمل رائع تكريم لهذه النخلة؟ عن رائع للنخلة؟ أنا أعتقد أن ما نقدر نوصل حد كرمها، هي أكرم منا. وإنتوا بعد جهزوا الورقة والقلم علشان تعرفوا أهم المعلومات عن صنف اليوم. بني في لون التمور ولا يطيق من بسرها يبسلون، موجودا في كل دار. صنف وسيط الحلا، نضج وسيط الثمار، شرقية موطن نزوى بها لا صحار. كم مرجل للمياه بالبسر يغلي غلي، كم مرجل للمياه بالبسر يغلي غلي.